سونور كرم ونيفين راح نشوف مع الكوتش سمير بن عيسى اذا اي اخبار عن الموسم الثالث من البرنامج الرابح الاكبر، وشو هو الاشياء الجديده اللي راح تنضاف للبرنامج، شو هو اللي راح يميزه عن المواسم السابقه. اكيد بهذا السونور اللي داروا معه زميلنا عصام دهمه راح نشوف وبعدين نرجع. سمير بن عيسى، وشنو هو جديدك؟ وكنا يعني سبق وسمعنا انك تحضر الوزن الرابح في بدايه شهر سبتمبر لكن مازال ما بانتش، وشنو هو جديدكم؟ الوغ جديد يعني هو الوزن الرابح، يعني ما نقدرش يكون عندنا بزاف جديد. انا من الناس اللي يركزوا على مشروع واحد باش يمدوا فيه لو ماكسيموم. بالطبع سي فغي، احنا قلنا في الديبي قلنا باللي سبتمبر ان شاء الله راح ندير الوزن الرابح، لكن شفنا باللي تلمو لا سيزون اللي فاتت عياتنا بزاف وفيها عمل كبير، قلنا نزيدو ناخذ شويه الوقت لعمرنا، نريحوا شويه باش نديروا موسم ان شاء الله ثالث اللي لازم يكون يعني في نفس مستوى على الاقل مستوى الموسم الثاني اللي نجح بصفه كبيره. يعني قلنا ناخذ الوقت باش نديروا حاجه شابه ان شاء الله. واش اللي يميز يعني الموسم الثالث عن باقي المواسم؟ والله شوف، على المطلق دون لونسومبل المحتوى راح يكون نفس الشيء، مي بالطبع لازم تكون لمسه جديده. وشنو الخطره هذه؟ راح نكون يعني اكثر صرامه معاهم، وهذا انا راني حاب يعني بيرسونيلمون حبيت نقترح باش يكونوا يعني حتى لو غون بوبليك يشارك معنا ان شاء الله. ربي يحفظك. اللي فازت